للمزيد ينضم إلينا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بحضرتك معنا. نتحدث بالتأكيد عن تنمية سيناء، يعني هذه الاحتفالية الخاصة بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة. ما صدى هذه الاحتفالية، ما صدى هذه الخطوة على طريق تنمية سيناء؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا. وطبعا خصوصا ان احنا الحمد لله كان في اهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير قطاع الزراعة، وقطاع سيناء ومنطقة سيناء حصل اهتمام كبير من الدولة المصرية. احنا اتعمل أكثر من 17 أو 18 تجمع زراعي في مناطق سيناء، ده بيستهدف زراعة حوالي 5000 فدان، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المتكاملة زي مشروعات الإنتاج الحيواني والمناحل والصوب وما الى ذلك من المشروعات. وبالتالي كان في من ضمن الخطه ان احنا نبدا نعمل عقود مؤمنه، وهذه العقود تم التنسيق مع الجهات المعنيه علشان يكون في تامين للاوراق الخاصه بالعقود، وبالفعل تم اصدار مجموعه من العقود من خلال هيئه التنميه الزراعيه، هيئه مشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. وهذه العقود تم توزيعها على المنتفعين في مناطق سيناء. طبعا ده بيعكس قد ايه اهتمام من الدوله بهذا الامر، قد ايه اهتمام كبير بتطوير مناطق، وان يكون مناطق سيناء يعني اهتمام كبير بحجم المشروعات اللي بيتم ادخالها فيها، سواء مشروعات البنيه التحتيه او شبكه الميه او كمان مشروعات تطوير واصلاح الاراضي وتوزيعها على اهالي المناطق. هل في اولويه يا فندم، يعني هل في خطه واستراتيجيه لهذه المشروعات؟ ماذا ياتي اولا، ماذا ياتي تاليا؟ في خطه كامله يعني كامله وتستهدف تنميه سيناء؟ طبعا احنا بنتكلم عن خطه للتنميه الشامله، بدات في الطرق والبنيه التحتيه، بنشوف تطوير ميناء العريش، بنشوف شبكه الطرق للربط بين سيناء وبالضبط المحافظات الجمهوريه، ده كله كان له انعكاس ايجابي في جذب المزيد من الاستثمار ومزيد من الرغبه في التعمير في مناطق سيناء. ثم بدانا في المرحله الثانيه، مرحله تجهيز البنيه اللازمه في عمليه الزراعه، وشفنا انشاء محطات زي محطه المحكمه ومحطه بحر البقر، وواحده حصلت على جائزه او حصلت على دخول مشروع جن اكبر مشروع لاصلاح مياه السد الزراعي، والاخرى حصلت على جائزه افضل مشروع في البنيه التحتيه. وده بيعكس قد ايه اهتمام كبير بتنفيذ المشروعات التنميه داخل سيناء. ثم بدانا في مشروعات التنميه الشامله، تشمل اصلاح الاراضي، وبالفعل تم اصلاح او بيتم تجهيز 500,000 فدان من خلال 17 18 تجمع زراعي. ثم بدانا في مرحله توزيع هذه الاراضي على الشباب وتجهيز المشروعات الخاصه بيهم. وكمان احنا في خلال هذا احنا بنبدا مشروعات لحفر وتصنيف التربه علشان نحدد المناطق التي يمكن استصلاحها وزراعتها ومصر عظيم. يعني كل المشروعات بتسير بالتوازي. أيضا توجيهات رئاسية يعني دائمة بضرورة تكاتف أجهزة الدولة في عملية التنمية في سيناء. ماذا عن شكل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات؟ وهذه النقطة في غاية من الأهمية. بيحصل على شكل جوي، شكل متناغم بين المشروع والجهة سيناء بشكل. طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة على مداخلتك معنا.